ويلا نبدأ. لو سألوك عن الأهلي قول لهم الأهلي بالنسبة لنا هو الحياة. الأهلي يعني الروح والأمل والحلم. الأهلي تاريخ والنجاح. الأهلي مصدر الإلهام والفرحة والحماس. الأهلي تقدر تقول عليه مصدر البسمة والضحكة والفخر. الأهلي يعني النجوم والألقاب والبطولات. في الأهلي اتعلمنا وتربينا على حب الكيان، كبرنا وعرفنا واحترمنا المبادئ والأخلاق. في الأهلي عرفنا معنى وقيمة النصر. الأهلي هتلاقيه في كل شبر في مصر. عايز تعرف يعني إيه الأهلي؟ دور في الأرشيف هتلاقيه المصدر الأول لتاريخ الرياضة في مصر. بص على إنجازاته في القرن اللي فات وفي القرن اللي احنا فيه. عايز تعرف يعني ايه الاهلي؟ بص على اساطيره ورموزه. بص على جمهوره اللي ياما رسم لوحات الفن في مدرجات الكوره. الاهلي مش مجرد نادي بنشجعه. الاهلي بالنسبه لنا مكان وكيان.